بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب وطالبات الصف السادس، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس الثاني من دروس اللغة العربية، نص نغم السعادة للشاعرة هباء الفقي. والآن طلابي الأعزاء، هيا بنا نتعرف على خطوات الدرس للحصة الثانية. أولا، عرض تهيئة الدرس ومناقشتها مع الطلاب. ثانيا، عرض أهداف الدرس على الطلاب وتوضيحها. ثالثا، الاستماع إلى أبيات النص من قبل المعلم، ثم قراءة الطلب للأبيات مع تحديد المفردات الصعبة. رابعا، مناقشة الطلاب في الأبيات من خلال طرح مجموعة من الأسئلة لترسيخ فهم الأبيات لدى الطلاب، وسيتم عرض شريحة بها الإجابة على هذه الأسئلة ليقيم الطالب نفسه، ولكن على الطالب ألا ينتقل إلى شريحة الإجابة إلا بعد الانتهاء من إجابة معظم الأسئلة بنفسه. خامساً، عرض نشاط لتقييم مدى فهم الطلاب للدرس، وسيرفق في شريحة أخرى نموذج إجابة لتقييم الطالب نفسه، ولكن عزيز الطالب يجب ألا تنتقل إلى شريحة الإجابة إلا بعد أن تجيب على الأسئلة بمفردك. سادساً، عرض نشاط آخر، حيث سيتم اختيار نشاط من الأنشطة المعروضة وتسجيلها بالدفتر، وسيرفق نماذج لهذه الأنشطة. سابعاً، والتقييم الختامي للحصة، وذلك عن طريق عرض مجموعة أسئلة لقياس مدى فهم الطلاب للدرس، وذلك من خلال استخدام برنامج كاهوت. والآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نتناقش في هذه الأسئلة سويا. فكر ثم أجب على الأسئلة التالية. أولا، ما الفرق بين الشعر والنثر؟ أحسنت. الشعر هو الكلام الموزون والمقفي، والشعر يعطي نغمة موسيقية. أما النثر فهو عبارة عن كلام مسرود غير موزون ولا يحمل نغمة موسيقية. أحسنت. السؤال التالي، وما الفرق بين الشعر العمودي والشعر الحر؟ فكر في هذا السؤال جيدا. ما الفرق بين الشعر العمودي والشعر الحر؟ نعم، يتميز الشعر العمودي بوحدة القافية والشكل والمضمون، والشعر العمودي يتكون من أبيات، والبيت الواحد يتألف من شطرين، يسمى الشطر الأول صدر البيت، والشطر الثاني عجز البيت. أما الشعر الحر فهذا النوع من الشعر لا يلتزم بالشكل والقافية، ويبتعد عن الشكل التقليدي للشعر، وهو أيضا يتكون من عدة أبيات، وكل بيت يتكون من شطر واحدا. السؤال الثالث، من خلال دراستك للأبيات السابقة، ماذا يجب على الإنسان لكي يكون سعيدا؟ فكر في هذا السؤال. نعم، أسمع من يقول أن الأشياء التي تسعد الإنسان أو الأشياء التي تجعل الإنسان سعيدا هي أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، أن يهنأ الإنسان بيومه ويسعد ويفرح بيومه، أيضا لا يستسلم للحياة ولا يكره أحدا.
أحسنتم طلاب صف سادس. والآن سنتعرف على هدف حصتنا اليوم، وهو أن يحدد المتعلم المعنى الإجمالي للأبيات موضحا الفكرة المحورية والمغزى من هذه الأبيات. والآن طلابي الأعزاء، هيا بنا نبدأ بقراءة الأبيات، ولكن عليك أن تنتبه جيدا لقراءة المعلم. يقول الشاعر في البيت الرابع: ولسوف تجمع ما تريد من الأماني الباسمات بلا أسى أو رقد، كن مخلصا متوكلا متبسما طلق المباهج والهنا كالفرد. تلك الطيور تشق قلب المعجزات ولا تهاب إذا اكتوت بالرمد. مرة أخرى: ولسوف تجمع ما تريد من الأماني الباسمات بلا أسى أو رقد، كن مخلصا متوكلا متبسما طلق المباهج والهنا كالفرد. تلك الطيور تشق قلب المعجزات ولا تهاب إذا اكتوت بالرمض. الآن حان دورك بالقراءة. عزيزي الطالب، اقرأ مرة أخرى. أحسنت. والآن هيا بنا نتناقش سويا في معاني الكلمات الجديدة الموجودة بهذه الأبيات. المطلوب منك أن تفكر في معنى الكلمة الملونة باللون الأحمر. الشاعرة تقول في البيت الرابع: ولسوف تجمع ما تريد من الأماني. ما معنى كلمة الأماني هنا؟ أحسنت. أسمع من يقول أن معناها أمنيات أو كل ما يتمناه الإنسان. وما معنى كلمة أسن؟ أسمع من يقول أن معنى كلمة أسن حزن. وما ضدها؟ ضد كلمة أسن فرح. أحسن. أما في البيت الخامس: مخلصا، ما معنى كلمة مخلصا؟ ركز جيدا عزيز الطالب. أحسنت. أسمع من يقول كلمة مخلصا معناها وفيا. وكلمة متبسما رائع. أسمع من يقول أن كلمة متبسما معناها مبتسما أو فرحا. طلق المباهج، وما معنى كلمة المباهج هنا؟ أحسنت. المسرات والفرح. كالفرد، طلق المباهج والهنا كالفرد، ما معنى كلمة الفرد هنا؟ السهم. أحسنت. تشق، ما معنى كلمة تشق؟ تحدث فيها شرخا نافذا. اكتوت، ما معنى كلمة اكتوت؟ احترقت. بالرمد، وما معنى كلمة الرمد؟ أحسن. شدة الحر. والآن طلاب الأعزاء، هيا بنا نتناقش سويا في هذه الأبيات. ولكن قبل أن نتناقش في هذه الأبيات، لابد أن نعرف أولا المعنى الإجمالي لهذه الأبيات حتى نستطيع
أن نجيب على الأسئلة التي سيطرحها المعلم فيما بعد، فعليك أن تنتبه جيدا إلى المعنى الإجمالي لهذه الأبيات. في البيت الرابع الشاعرة تقول أن الإنسان سوف يجمع كل الأمنيات التي يتمناها بلا حزن أو رقد. أما في البيت الخامس تقول الشاعرة أو تنصحنا الشاعرة بأن نكون مخلصين أوفياء متوكلين على الله سبحانه وتعالى متبسمين دائما، وبعدها سنجد الأفراح والمسرات والسعادة تسقط علينا كالفرد كالسهام. أما في البيت السادس الشاعرة هنا تعطينا مثال وتقول أن الطيور تسعى وتشق قلب المعجزات، وأن هذه الطيور لا تخاف أبدا حتى ولو احترقت من شدة الحر. الآن عزيزي الطالب، بعد أن استمعت إلى شرح الأبيات أو المعنى الإجمالي لهذه الأبيات، عليك أن تجيب على هذه الأسئلة. السؤال الأول، ما الفكرة العامة لهذه الأبيات؟ السؤال الثاني، ما النصيحة التي قدمتها الشاعرة في هذه الأبيات؟ السؤال الثالث، اذكر مفرد الكلمات التالية: الأماني، المعجزات، الطيور. السؤال الرابع، ما الأشياء التي تسعدك في الحياة؟ السؤال الخامس، استخرج من هذه الأبيات تعبيرا مجازيا. وأنتم أيها الطلاب تعرفون أن هناك تعبيرات مجازية وتعبيرات حقيقية. التعبيرات المجازية هو استخدام الكلمات في معانيها غير الحقيقي. مثال، عندما أقول طار عقلي من الفرح. أما التعبيرات الحقيقية هي استخدام الكلمات في معناها الحقيقي. عندما أقول مثلا تتفتح الزهور في فصل الربيع، هذا تعبير حقيقي. فعليك الآن أن تستخرج من هذه الأبيات تعبيرا مجازيا. السؤال السادس، استخرج من الأبيات سببا ونتيجة. ولكن ما معنى هذا السؤال يا معلم؟ أنتم تعرفون أيها الطلاب أنه لا شيء يحدث بالصدفة، فلكل نتيجة سبب مرتبط بها. مثال ذلك، زيادة السرعة في القيادة تؤدي إلى الغرامة المالية. مثال آخر، الاجتهاد في الدراسة يؤدي إلى ماذا؟ نعم، يؤدي إلى النجاح والتفوق. مثال آخر، انقطاع التيار الكهربائي يؤدي إلى فساد الطعام المحفوظ في الثلاجة. فكل نتيجة سبب مرتبط بها، فعليك الآن عزيزي الطالب أن تستخرج سببا ونتيجة من هذه الأبيات. عزيزي الطالب، في الشريحة التالية ستجد إجابة لهذه الأسئلة، ولكن يجب ألا تنتقل إلى الشريحة التالية إلا بعد أن تنتهي من الإجابة على هذه الأسئلة بنفسك. والآن عزيزي الطالب، قيم نفسك من خلال نموذج الإجابة التالي. والآن عزيزي الطالب، طبق من خلال فهمك للأبيات. أولاً، اقرأ الأبيات الموجودة أمامك قراءة جيدة، ثم أجب على الأسئلة التالية. حدد من الأبيات السابقة ما يلي: أولاً، معنى كلمة الباسمات، ثم ضع مفردها.
السؤال التالي: ضد كلمة أسهل، مفرد كلمة الأماني. استخرج من هذه الأبيات أسلوبا إنشائيا وحدد نوعه، ثم بين الغرض منه. السؤال التالي: استخرج تشبيها. السؤال التالي: إلى من توجه الشاعرة كلامها؟ السؤال التالي: اشرح الأبيات السابقة بأسلوبك. السؤال التالي: ما دورك في بث السعادة في نفوس الآخرين؟ والآن عزيزي الطالب، بعد أن تنتهي من إجابة هذا النشاط، ستجد في الشريحة التالية إجابة لهذا النشاط، ولكن عليك عزيزي الطالب ألا تنتقل إلى الشريحة التالية إلا بعد أن تنتهي من إجابة هذا النشاط بنفسك. والآن عزيزي الطالب، قيم نفسك من خلال نموذج الإجابة التالي. الآن عزيزي الطالب، احضر دفترك وقم بتسجيل التاريخ والعنوان والهدف، والهدف سيكون تبعا للنشاط الذي ستختاره، ثم اختر نشاطا من الأنشطة التالية وسجله بدفترك، وإذا أردت أن تجيب على أكثر من نشاط فليست هناك مشكلة. ولا تنسى عزيزي الطالب، في الشريحة التالية ستجد نموذج لعرض عناصر المقال ونموذج آخر للحوار أو كيفية كتابة الحوار. والآن عزيزي الطالب، افتح موقع عصافير، ثم اقرأ قصة من القصص التي حددها لك معلمك، وأجب عن الأنشطة المخصصة لها. شكرا لك عزيزي الطالب.